بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة والسيدات، نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية التي تجمعنا مع الدكتور محمد حامد الأحمري، المفكر والباحث المعروف. طبعا في البدء نشكر الفنان محمد الحمران على العرض الجميل الذي بدأ به هذه الأمسية. أنا عندي ملاحظة أبو هادي، في إعلاناتكم دائما تقولوا أن في معرض على هامش الندوة، هي صارت الآن المتن أصبح أو الهامش أصبح متنا، وهذا المطلوب يعني. فرجاء يعني لا تبخسوا الفنانين حقهم ولا تقولوا هامش مرة ثانية، خلوها ضمن المتن. في كلمة ترحيبية للمهندس الأستاذ جعفر الشايب في البدء، تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا وباسم اللجنة المنظمة لمنتدى الثلاثاء الثقافي، نرحب بضيوفنا الكرام وعلى رأسهم الدكتور محمد الأحمري وزملائه الذين شرفونا في هذه الأمسية، الأستاذ نواف القديمي والدكتور محمد عبد الكريم والمهندس سامي الحصين والأستاذ عصام معكم والأستاذ سام وجميع الإخوة من مختلف مدن المنطقة الشرقية أيضا الذين شرفونا في هذه الأمسية، من الدمام والظهران والقطيف والجبيل أيضا والأحساء. يسعدنا هذا اللقاء بكم، ونتطلع دائما إلى أن يكون دورنا كمثقفين ومهتمين بالشأن العام هو المساهمة في تحريك. تفضلوا. هذه الفعاليات الثقافية باتجاه المساهمة في قضايا المجتمع. والدكتور محمد هو غني عن التعريف، عرف بمساهماته الفكرية التجديدية في مختلف القضايا الإسلامية المطروحة التي تتميز بالجرأة وبالوضوح وبالإبداع الفكري. وأيضا في هذه الأمسية يعني اخترنا هذا الموضوع وتوافقنا على مناقشة موضوع العلاقة بين السنة والشيعة لأهميته البالغة في هذا الظرف الذي نعيشه بسبب الشحن الطائفي والمذهبي في منطقتنا العربية، بسبب التحولات السياسية التي نعيشها، ولأنه موضوع غاية في الأهمية. والدكتور سبق وأن تناول هذا الموضوع بوضوح وبإلمام متكامل، وله آراء متميزة في هذه القضية. لذا يسعدنا أن نستمع إلى سعادة الدكتور في حديثه في هذه الأمسية، وأكرر ترحيبي بكم جميعا وبضيوفنا الكرام، ونتطلع إن شاء الله إلى مزيد من هذه اللقاءات في القطيف وفي مدن أخرى من وطننا الغالي. نرحب بكم جميعا وبسعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات السادة، نرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء. السيرة للدكتور حافلة، سنوجزها ببعض النقاط السريعة. الدكتور محمد حامد عوض الأحمري أكاديمي ومفكر سعودي متخصص في العلاقات الأوروبية العربية المعاصرة وتاريخ شمال إفريقيا،
حاصل على الدكتوراه في التاريخ من إحدى الجامعات البريطانية، حالياً مستشار في دولة قطر، رئيس التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية، مستشار النشر في دار العبيكان للطباعة والنشر سابقاً. طبعاً للآن الدكتور في إمكانية أن يتوسط لأي واحد يريد يطبع كتاب. له مؤلفات ملامح المستقبل، وربما يكون من أشهر مؤلفات الدكتور رواية رحلة بين شيكاغو وباريس، وله العديد من المقالات والدراسات المنشورة في الصحف والمجلات. وهو من المفكرين البارزين الذي ابتعد عن الطائفية وابتعد عن الصراعات المذهبية المقيتة، وله مواقف كثيرة مشهودة لعل من أبرزها وقوفه إلى جانب المقاومة اللبنانية، وقد تحمل الكثير من الأحاديث السلبية نتيجة هذا الموقف. لا أريد الإطالة، أنتم الآن تستمعون للدكتور، لكن سأبدأ بمفاتيح سريعة بعض الآيات القرآنية كمدخل لهذا الحديث. نقرأ في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذه الآية الأخيرة كثير من المفسرين أو المفكرين والمثقفين اتكأوا عليها مؤخرا ليتحدثوا عن مسألة الإخاء الإسلامي بعد الحديث الكثير عن مسألة الوحدة الإسلامية. أكتفي بهذا القدر وندع المجال للدكتور فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أشكر جميع الحاضرين على تعبهم في حضور هذا اللقاء، وأرجو أن يسمعوا ما يكافئ جهد الحضور وما يكافئ الوقت الذي يصرفونه في هذه الجلسة. أشكر مرة أخرى الإخوة الأعزاء الذين دعوني كثيرا لهذه الزيارة، والأستاذ جعفر الشايب سبق وأن اهتم بالدعوة، دكتور توفيق، الشيخ حسن، جميع الإخوة، الأستاذ محمد محفوظ، الجميع اتصل وطلب الزيارة، فتأخرت كثيرا في هذا فليعذروني. وأرجو أن تكون هذه الندوة، وقد سمعت عنها كثيرا وعن هذا النموذج، أقصد من الندوات، ندوات مفيدة للمجتمع. وأتمنى بالمقابل أن يحصل في الجانب السني ندوات مستمرة وجادة فيها استقبال وفيها تفهم وفيها معرفة بما يدور، لأن مثل هذا الموقف حقيقة هو موقف وعي، موقف يقظة، موقف شعور بالمسؤولية، أن تفتح المجال لإخوانك في نفس البلد وفي نفس الإقليم ومن يشاركونك الأفكار ومن يخالفونك أن تسمع منهم وأن يسمعوا منك. وقد تهيبت الحديث في هذا الموضوع، وما أحببت أن أطرقه، بل وضعت عناوين أخرى، ولكن المطلوب كان غير الموضوعات وغير العناوين التي اقترحتها، بسبب أنني كتبت في السابق مقال مثل رؤية في المعضلة الشيعية وخداع التحرير العقدي، فهذه صنعت موقف. أرجو أن أكون مخلصا لهذا وأن أصدق مع نفسي ومع الله قبل أن يكون الصدق مع الناس، ثم أن تكون القناعات تؤدي بعد ذلك إلى ما يفيد هذا المجتمع وما يبني رؤية تتجاوز
عناصر الضعف لدى كل منا إلى بنية وطنية أعم وأهم وأقوى. وقد أصر علي أحد الإخوة في مرة جالس في سابقة في إحدى الزيارات بأن قال لماذا كان منك هذا الاهتمام؟ هل قرأت؟ لماذا؟ ما الذي جعلك تختلف عن كثير من أبناء مجتمعك الذين ناقشوا هذه القضية؟ وتذكرت بهذه المناسبة قول لجميل بثينة يقول: وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثينة السباب. فقالت كلاما ثم قلنا بمثله لكل كلام يا بثينة جواب. فلعل هذه القصة لجميل تختصر كثير من الشرح. هذه حقيقة حصلت في يوم من الأيام وتطورت إلى معرفة، والحقيقة هذه المعرفة كانت على الورق ولم تكن مع الأشخاص. فاستفدت كثيرا من مفكرين ومن علماء كبار، أعتبرهم من علماء الأمة وليسوا من علماء أي طائفة، مفكرين كانوا مؤثرين على مستوى الأمة، تجاوزوا قصة الخنادق الضيقة والصناديق الفكرية التي يمكن يعيش فيها المسلمون في العصر الحديث، من هؤلاء علي شريعتي وغيره، الذين أفاد منهم المسلمون في مناطق كثيرة، ويجب أن يستفيد منهم الجميع وأن يتجاوزوا حقيقة هذه الحجرات التي تحجر الفكر أولا وتمنع التواصل وتضعف إمكانية الإنسان أن يعي أو أن يعي الآخرين. فأشكر الحي والميت من أفدنا منه سنيا كان أو شيعيا أو من غير هذه الملة. فالإنسان حقيقة بحاجة دائما يتعلم وأن يفهم وأن لا يحكر نفسه على طائفته ولا على غيرها. أيضا تهيبت الموقف لأن الشخص عندما يتحدث في جمع مما يمثلون وجهة نظر أو موقف متقارب فإنه يعرض نفسه للنقد الحاد، لأن المجموع تتكون عنده فكرة مضادة فتصبح إمكانية التجاوب صعبة. لكن الحقيقة في الأمر أن الأمانة تفرض النصيحة، نصيحة النفس ونصيحة الناس، وهي في البدايات غالبا غير مقبولة ويعرض عنها الإنسان، ثم بعد ذلك يفهم. ولذلك الشخص كثيرا ما ينكر الآخرين أو يتنكر الحقيقة، ولكنها يستفرض نفسها يوما من الأيام عاجلا أو آجلا، قبل بهذه الحقيقة أم لم يقبل، مثل حقائق العمر، مثل حقائق الزمان التي مهما حاولت أن تتجنبها فإنها قادمة إن أعطاك الله حياة لا مراء في ذلك. أيضا الرقابة العامة على الناس في المجتمعات وعلى الكلام أصبحت شديدة أكثر من أي مرحلة سابقة في حياة البشر. يقول كلمة تطير بها الركبان أو تسير بها الركبان، أصبح قضية أنها تسير بها الركبان قضية متخلفة جدا، تطير بها اللحظة حتى يتناقلها الناس قبل أن يفهمها قائلها وتذهب في كل مكان. فيصبح الاحتياط في الحديث غير الاحتياط في الكتابة. الاحتياط في الكتابة وراءك مصحح وناصح إلى آخره، فتستطيع إلى حد كبير أن تجعل فكرتك ناضجة. أيضا مما يجعلنا نهتم بهذه القضية حقيقة أمانة الرأي، والرأي في كل العصور لمن يخلص ولمن يصدق يجب أن يبحث عنه حتى وإن كان خلاف هواه وخلاف ما يرغب، بل يجب عليه أن يحرص أن يسمع الرأي الآخر، لأنه سيفهم وإما يثق بحق هو فيه أو يتحول عن باطل يعيشه. قبل أو أمس حقيقة كنت أسمع كلمة على أحد الإذاعات ترجمتها يقول شيء فظيع أن تضيع الرأي، شيء فظيع. للأسف أن حكمة غربية تناسب مجتمع غربي يحرص على الرأي يسمع من الآخرين، أما في المجتمع المغلق فالرأي مدمر، والرأي خلاف، والرأي مشكلة، والرأي خروج، والرأي إثارة وإثارة فتنة. هذه العقلية في التجاوب مع الآراء هي التي تجعل مجتمع المجتمعات محطم من الداخل، خائف، ليس على مستوى أن يتجاوب مع أفكاره. في المجتمعات الأخرى أضعون لك إعلان أحيانا التلفزيون في آخر الليل أو في أوقات أخرى على اللمبة وهذا رأي، وإذا كان عندك فكرة جديدة أرسلها، غير أنه يفتح لك المجال خلال النهار والليل أن تقول ما برأسك. فيحيى المجتمع من خلال النقاء وتصفية مناطق الظلام. لكن عندما يكون الرأي مقهور أو خائف فيمكن الأفكار السيئة أن تسود وأن تسيطر على أي مجتمع من المجتمعات. فأمانة الرأي مهم جدا نسمعها لنا منا ومن غيرنا.
أيضا نحتاج الرأي في مواجهة تعصب الحكومة وتعصب المذهب. الرأي حقيقة يخلخل دكتاتورية الدكتاتور، أي دكتاتور على الأرض، ولذلك أول ضحايا النظم الدكتاتورية هي العقل والرأي، ويحطم، يبدأ في البداية بيحطم آراء الآخرين، ولكن ينتهي حقيقة بأن يحطم رأيه هو نفسه. يحاول أن يغلق أفواه الناس، ثم يصبح يتبين له يوم من الأيام أن أغلق الرأي على نفسه وأغلق إمكانية الحرية والكلام وتصفية الأجواء في بلده ومع ناسه. أيضا الرأي يخفف من تعصب المذهب، أي مذهب كان، لما هذا الكيان المتماسك الذي يتبين لك وتتوقع أن هذا الوهم من الأفكار والبنية الشاملة هذه، عندما يبان فيها بنية خطأ وفيها فكرة سيئة وفيها نقاش كذا، إما تشير لك القضية إلى أن هذا البناء لا يصلح كله، أو أن أجزاء منه تحتاج إعادة بناء أو إصلاح، فتقوي بالحق وبالمعرفة ما عندك، وأيضا تقوي وتأخذ من الآخرين ما عندهم من حق أو باطل. الرأي يعلمنا باستمرار، يرفع مستوى المعرفة ما بين لحظة وأخرى، فاقبل الرأي الآخر وإن كان خالفك، لأنك أنت المستفيد، وليس ربما المطلق للكلمة قد لا يكون مستفيد أبدا، أنت المستقبل، أنت الذي تفوز بفائدة الرأي الآخر. أيضا نستفيد من الرأي لأنه يكشفنا أمام أنفسنا، يكشف تعصبنا، يكشف جهلنا، يكشف مناطق الضعف فينا، فنستطيع أن نتجاوزها ما بين لحظة وأخرى. نحتاج الرأي لكشف خيانة المثقفين ما بين وقت وآخر، أو المشايخ سواء كانوا معممين أو لابسين غتر حمراء. في حقيقة هذا الخيانة، أقصد بخيانة المثقفين عندما يقف ضد الحق في مجتمعه، ويقف ضد الرأي الصحيح وضد المنفعة من أجل مقابل مجاملة سلطة أو من أجل منفعة ذاتية. وتأكدوا أن المجموعات المثقفة في المجتمعات كثيرا ما كانت أسباب ورطات وهزائم ومصائب كثير لمجتمعاتها، لأن مشكلة أنه عندهم من المعرفة ما يسبب التغرير بالناس وما يسبب تقديس الحاكم المقابل، فيصنع دكتاتوريتين سيئتين في المجتمع، دكتاتورية في الرأي أو في المذهب أو في العلم أو ما يسمي أحيانا علما، ويصنع دكتاتورية السلطة. فهذا من أبرز جوانب خيانة المثقفين، وهذا مصطلح حقيقة خرج في أوروبا لما استجاب وانسجم المثقفون في زمن من الأزمان في أوروبا للحركة القومية العنصرية المتشددة. انتهت تلك الحركة العنصرية بالحرب العالمية الأولى ثم بالحروب التالية، لأنهم تساهلوا، لأنهم نافقوا السلطة، لأنهم نافقوا عنصر، لأنهم استسلموا لثقافة معينة، هذه الثقافة انتهت بهم إلى ذلك الحال السيء الذي تعرفونه. فالرأي فعلا نحتاجه لأن نواجه هذه الدكتاتوريات ولنخفف من شرور هذه المجموعات. هناك حقائق في هذا الموضوع وأوهام، الحقيقة أحيانا يصنع منها وهم، هذا هو الذي نقصده، عندك أحيانا حقيقة، هذه الحقيقة إما تصنع من خلالها أو تصنع من تفسيرها وهما، وتعيش داخل الوهم الذي يلتصق أو تحمله حقيقة من الحقائق. من هذه الحقائق قضية التسميات، حقائقها وأوهامها، من هذه الحقائق التاريخ، المظالم، الجغرافيا، المشاعر، المجتمع المدني وغيابه، الاستخدام الدولي للحقائق الموجودة على وجه الأرض. فبالتالي مثل هذه الآراء التي قد تخالفنا تطلق نور وتضيء مناطق الظلام، ولو أضيئت هذه الأنوار في مناطق الظلام فعلا لأصبح المجتمع كله يعيش في نور، فيصبح من الخطأ أن نتوقع أن الآخرين هم يعيشون الظلام، لكن المنطقة التي توقع فيها ظلام أطلق عليها النور، عمم الرؤية العامة، ستجد بعد ذلك تصبح أنت جزء من رؤية وجزء من نور عام، وينتهي قضية لومك أن هذا الأمر فيه خطأ أو هذا فيه ظلمة. من أول هذه الحقائق والأوهام مسألة التاريخ وقصة التاريخ. أنا من الناس الذين تخصصوا في هذا الموضوع، وبذلت سنين طويلة في دراسته، وخاصة في جانب فائدته وضرره، وفي جانب ما سموه فلسفته، ممن يقبل هذه الفلسفة أو يرفض هذه الفلسفة، وهو أخطر ما يتعامل معه الناس.
مشكلة الناس مع هذا التاريخ أنه مخزن فيه كامل العدد والأسلحة، فيه كامل المخاطر، فيه كامل الفوائد، فيه من السموم ما يضر ويدمر المجتمعات، كما أن فيه من الفوائد كذلك. ومشكلتنا في التعامل مع هذا التاريخ أن أصبح الناس بعد أن أهملوا في قضية دراسته وتقديمه ووعيه، أصبح هذا المخزن، هذا السوق مفتوح للجميع. أدخل تختار أي بضاعة، أخرج بكلاشنكوف منه، أخرج بدبابة، أخرج بسكين، بأي شيء من هذا المخزن الكبير للوعي، ثم تأتي وتغتال المجتمعات لهذه القضية. فكان هذا التاريخ، سواء التاريخ باسم الشيعة ولا باسم السنة، باسم الطوائف وباسم عامة الناس، من أهم المخاطر التي تعامل بها الناس، ومن أسوأ الطرق التي تعاملوا مع هذا المخزون التاريخي. وهذا أمر أطلقته في شعار كما جئت المدينة وبعضهم استاء منه، سميت أن التاريخ لا يرد لي يد لامس. هذا التاريخ مستعد أنك تخرج منه بما تشاء، تخرج منه بالشيوعية. الصوت شوية ضعيف. نعم، هو المشكلة أن هذا الصوت الأصلي يعني. نعم. مشكلة هذا التعامل مع هذا التاريخ أنه ممكن تخرج منه بوثنيات، تخرج منه بالشيوعية، تخرج منه بالحاد، تخرج منه بوثنية، تخرج منه بقداسة، تخرج منه بنظريات ما شئت. تجد في المستودع التاريخ الكبير هذا، وبخاصة نحن المسلمين أرخنا ما لم تؤرخ أمة من أحداث رجالها وأشخاصها، وهذا فيه خير، لكن بالمقابل هذا يصبح سلاح يمكن أن نغتال به أنفسنا، نغتال به عقولنا، نغتال به مجتمعاتنا. هذا التاريخ عندما تعامل معه الجميع، فيأتي شيخ مثلا سني ولا أقول مثلا شخص متعصب، يأخذ منها أدلة ويقول الخلافة العباسية هدموها الشيعة. يأتي شخص مثلا يقول الخلافة العباسية هدموها الصوفية. يأتي شخص آخر يقول أصلا السلفية هي التي دمرت العالم الإسلامي ورأي أحمد بن حنبل عندما قضى على المعتزلة. فهذا التاريخ أصبح سلاح بأيدي الجميع، ممكن يستخدم ضد الجميع، ويمكن أن يزور الماضي وأن يستمر في أن يبلغنا سموم المستقبل. هذا للأسف لم يقع بأيدي ناس، أو لم نحسن التعامل معه، ولم نقل للناس يا أخي هذا المخزن قبل أن تدخل إليه، قبل أن تأخذ منه أي بضاعة يجب أن تتدرب على أخذ هذه المعلومات. فالذي حصل أنه قدمت بعض الأدوات قدمت من قديم التي اهتمت بصحة الأمر. لا تكفي صحة الأمر، لكن غير صحة الأمر الملائمة للواقع. وحتى قديما نجد أن بعض الأذكياء ينتبه لمخاطر هذه المادة. عبد الملك بن مروان كان يقول للناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول قللوا من ذكره فإنه طعن على الأئمة، حسرة على الأمة. يعني عمر الخطاب العدل وكذا، المشكلة هو حقيقة لا يفكر في حسرة الأمة، لكن فكر في قضية طعن على الأئمة. هو فكر في قضية ذكر عمر بن الخطاب يهز كراسينا، يهز استبدادنا. فهو كان نبيه إلى قضية مخاطر قصص عمر بن الخطاب على نفسه وعلى حياته. وعمر مثلا في عام الرمادة، تذكرون ذلك، أنا تقريبا أول كتاب مكتوب بيد إنسان أو كتاب بشري، أبكي عندما قرأت عبقرية عمر العقاد عندما ذكر عام الرمادة، وذكر كيف كان الحرص على أن يوصل الجمل إلى كل حي وإلى مجموعة فقيرة. اليوم الأول تأخذون القمح، اليوم الثاني كذا، اليوم الثالث الرابع تذبحون البعير، تأكلون اللحم، اليوم الأخير تأكلون الجلد، وما أن ينتهي يأتي ذلك اليوم إلا ويأتيكم بعيرنا الثاني. هذه النفسية في هذا الاهتمام بمشاعر الناس وأحوالهم، هذه المثالية هي ليست أسطورة من أساطير البشر، هذه حقيقة تمت يوم من الأيام. فهذا الخوف الرعب الكبير للعدالة كانت مخيفة لعبد الملك المروان أن يحذر الناس من ذكر العدل ممثلا في مثل هذه السيرة. فهو يعطي دليل استخدام التاريخ، يحذر من استخدام التاريخ بهذه الطريقة. أيضا تجد عند كل الطوائف أدلة معينة وطريق معين لاستخدام التاريخ. هناك أساليب حديثة تجعلنا نستخدم هذا المستودع لمصالح حاضرنا
ولا نحمل القرون على ظهورنا. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحمل جميع أجداده على ظهره، وقد يثقله فيسقطه. تحمل من الأحقاد أو من الأخبار العادلة أو من المصائب ما يدمر حاضرك وما هو كفيل بتدمير مستقبلك. فالتعامل مع التاريخ كانت من الحقائق التي نشأت على أطرافها أوهام مضرة بالجميع. مثلاً تستخدم عند السنة بعض الأسماء وبعض الحوادث ويصار من خلال التاريخ، مثلاً أن الخلافة الراشدة كان نصر القضاء عليها ابن سبا مثلاً. وابن سبا قد يكون حقيقة وقد يكون أسطورة، لا يهمنا الكلام في هذه القضية، لكن هو ابن سبا يستخدم بعد 1400 سنة سلاح نقتل به ونغتال به مستقبل مجتمعاتنا. وهكذا مثلاً أبو لولة المجوسي ممكن أن يستخدم لإبعاد الإيرانيين كشعب عن الإسلام، وقضية أحقاد فارسية بدل ما تستوعب هذه الأمة أمة مسلمة وتقدمها على أنها جزء من هذه الأمة وتهديها، لا، تستخدم حادثة تاريخية لتقصي هؤلاء الناس وتخرجهم من الإسلام. فسموم التاريخ أيا كانت لا يجوز أن تترك لأي إنسان يعبث بها، بل وعي هذه القضايا مهم جدا. السلاح هذا التاريخ يغتالنا ويغتال كثير مراحل تقدمنا أو وحدتنا في أي لحظة من اللحظات. التاريخ يستخدم للتجزيم، يمكن يستخدم للتدمير، يستخدم للوحدة، يمكن يستخدم لمصالحنا ويمكن يستخدم لمضارنا. ولذلك المهم أن نجعل من هذا التاريخ الماضي أيا كان هذا التاريخ بناء للمستقبل، نتجنب في سمومه ونبني في ما يوحينا. هناك حقيقة أخرى، تسميات شيعة وسنة مثلاً، هي أصبحت حقيقة ما أحد يستطيع أن يتجاهل وجودها وتأثيرها في أذهان الناس. لكن التسمية أو الأسماء هي مما تميز به الإنسان على الكائنات، مرحلة نضوج عليا. حتى يقولون أن العبقري قادر على إنتاج الأسماء والمسميات، وكلما قلت قدرة الإنسان في الذكاء لم يكن مبدعا في الأسماء والتسميات، فهو يبدأ لوصف حاله. الأقل ذكاء هو الذي يمسك الأسماء القديمة يعبرها دائما لكل القرون القادمة. حتى لما خرجت حركة تهتم بقضايا العقل وما غير ملتزمة أسلامي قالوا معتزلة. يا أخي إيش معتزلة؟ هو شخص لا يصوم ولا يصلي، والعقل عنده كان يكون هو عقل المرجع والأخير أو العقل الغربي بكل مكان، لا يحترم أي شيء في قضايا الإسلام. تضع مثل عبر عبيد صاحب الموقف الذي يقول عن أبو جعفر المنصور: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد، رجل كان تقي يا بدخل القصر. هذا الشخص الملحد لأنه اهتم بعقله تلحق بقضية جديدة مختلفة تماماً، لكن لأن ما عندك إبداع في التسميات ولأنك فهمت المعتزلة وغير قادر على فهم العصر، فتقول العقلاني العقلي في العصر الحاضر والملحد هو استمتداد المعتزلة. لا، الله سبحانه وتعالى منع الإنسان على آدم وقال: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه كيف يسمي، علمه أن يطلق الأسماء على المسميات وأن يبدع لكل حالة ما يناسبها من تسمية، وليس أن يبقى مأسور لمرحلة قادمة. فمثلا سيقسم الأمة إلى قسمين وحيدين: سنة وشيعة فقط، وهؤلاء الناس يقب أن يعيشوا في هذه الصناديق أبد الدهر وأن لا يخرجوا من هذه الصناديق إلى منطقة مشتركة وأن لا تكون لهم مصلحة موحدة. واستغل حقيقة الآخر هذه الحقائق التي عندنا لنقتل بها، سواء قتل مادي حقيقي أو سواء كان إعاقة فكرية أو إعاقة وحدات وطنية. تحول الإنسان من هذا الضيق في التسميات، الأولى به أن يتخلص من هذه العوائق. ونحن حقيقة يوم من الأيام وفي نفس الجريدة مذكورة سابقا حصروني بقضية أنك لا، أنت ما التزمت بقضايا سلفية وأنت تتجاوز في هذه القضية وتجاوز في وجدت نفسي في الحصار وقلت أنا مسلم ما قبل التقسيم. يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بالقرآن الكريم ونحترم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
ونحترم اللغة العربية التي فهمنا بها هذا، لكن لا تحطني في صندوق أن تتصنفه. هي لي، لكن القول هذا حقيقة من قضية حصار، لازم تذهب إلى الصندوق المحدد ونحطك فيه ونتعامل معك من خلال من قواعد علمية. القواعد العلمية هذه لست داخلها ولا أعترف بها جملة وتفصيل. لماذا تضعني فيه وتضع الناس في هذه القيود؟ هذه نوع من أحيانا احتقار إمكانات الإنسان واحتقار مصالح، لابد تضع الناس في صندوق معين التفاهم معهم. وكلما قلت قدرات الإنسان الذهنية كان عنده صندوقين فقط، خذ هذا ولا هذا، حتى لو كان كافر بس من أصل شيعي فهو في صندوق الشيعة، وكافر من أصل سني لا هو في صندوق السنة. هو ما يقدر يحط جنبه صندوق صغير ولا يحط لك واحدة ثانية ولا هامش ولا لا، هي هكذا الأمور. هذا الحال من التسميات التي أسرتنا وهي تسميات حقيقية فترة ما، إذا كنا نريد مصالحنا فيجب أن نكسر هذه الصناديق، هذه الجدران التي هي إعاقات ذهنية، إعاقات عقلية، إعاقات مصلحية، إعاقات معرفية. لا أقول أنك والله تسب شخصيات ذات رمز أو ذات مكانة عند الشيعة أو ذات السنة، هذه قضايا تاريخية، وليحب الإنسان من أحب ولكره من كره، لكن مصلحتنا في هذا العصر تقتضي، وفي كل عصر حقيقة تقتضي أن نذهب إليها، لا أن نعيش في صناديق بنيت لنا قبل أكثر من 13 قرن. يذكر الوردي في حادثة، يقول كان في منطقة ديترويت وكان معه صديق أمريكي، وجد نزاع بين اثنين من العرب وخصومة وكذا، فقال ليش النزاع؟ قال بسبب أسباب يعني أحزاب سياسية. قال تحكم الأحزاب السياسية هذا الآن؟ قال لا. قال طيب يعني إيش وضع الأحزاب السياسية؟ قال هذه كانت قبل 1300 سنة. لا يتخيل الإنسان أصلاً في مثل وضع مجتمع حديث أن يعيش مأسور لمشكلة حزبية كانت قبل 4 سنوات قبل الانتخابات ولا قبل 8 سنوات. لا، نحن أبناء هذه اللحظة نصنع الحل القادم، لا نعيش داخل هذه الصناديق التي نحملها طوال الدهر تدمر إمكاناتنا العملية. التسميات إشارات، افترض أن تعبر وأن تفيد، سواء كانت لأشياء مواد أو لأشياء عاطفية خارج الذات. خارج الذات يعني أن الذات قادر على النظر إليها، قادر على أن تميزها، لكن لما تلبس التسمية الذات تصبح أنت غير قادر على الخلاص من أنت. هذه إشكالية في قضية التسمية. لا تصبح التسمية لها ذات أهمية، بل نوع من الأسر للذات والأفكار والعلاقات. جهود وعينا لزمن طويل جعلنا حتى لا نبدأ في التسميات ولا تخرج عندنا أي أفكار جديدة، ما من ناحية تاريخية هم السنة في الأصل وعلى الأقل في التقسيمات هم الذين يرون بشرعية حكم علي رضي الله عنه ضد معاوية. تطورت الأمور بأمور أخرى من ناحية تنفيذية، لكن ما في أحد يعني الآن يقول أن السني ويعتقد أن علي رضي الله عنه كان على خطأ، لا من ناحية انتخابه ولا من ناحية المواقف التي حصلت إلى نهاية حياته. فالأصل نحن شيعة العدل والحق، ولكن المرحلة انتهت زالت. لماذا لا نعيش زماننا بكل ما يمكن أن ينفعنا وأن يضرنا في هذا الصندوق، ونجعل التاريخ نجعل من عقولنا ومصالحنا رقيبة على هذا التاريخ؟ لا أقول نمحو فليس من صالح أحد أن يأتي يوم من الأيام ويمحو التاريخ، ولكن هذه المادة التاريخية مادة ممكن تفيدنا ونطور منها مصالح. هناك حقيقة أخرى، قضايا الجغرافيا. هناك جغرافيات معينة، أجناس، أماكن، سكان في مناطق معينة ظلموا فيها أو اضطهدوا أو ظلموا إلى آخر. هذه الجغرافيا لا يمكنها الإنسان، ولكن يرتفع على جوانب ضعفها. يقولون هي الحياة هي خروج من حالة الجماد. الجماد هو غير قادر على أن ينقل نفسه، ثم يرتفع من الجماد إلى النبات، والنبات في حالة حركة بذاته، ومن بعض النباتات ما ينتقل بطرق الرياح وبغير ذلك، ومنها حتى من النباتات ما تتغذى على حيوانات أو على أسماك غير ذلك.
ثم تنتقل من حالة الحيوان إلى حالة الإنسان. ما أدري الصوت مسموع؟ نعم. نفس الشيء. في أمل إصلاح ولا؟ في ميكروفون اليدوي أظن كان. اليدوي ما. الأمل في الإصلاح حلم. بسم الله الرحمن. نفس الشيء. ما هي مدبرة أبو هادي السالفة؟ طبعا نعتذر للأخوة، جمهورك كثير دكتور، يعني في ناس اضطروا يجلسوا على الأرض، فنعتذر من الجميع. لا أظن ممكن يصلح، يعني ما أظن فيه الآن، أظن عاد الصوت الآن. في المقدار ما ينتقل الإنسان، يتحول من حالة أو المخلوق، من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، ويعي الإنسان بمقدار ما يمكن أحياناً يعي ويعرف من الأرض وينتقل إليها، وهو أحسن كلما استطاع ذهنه أن يتنقل أيضاً بين المفاهيم والأفكار ويعرفها. فهي حالات انتقال ومعرفة يرتفع بها الإنسان في إنسانيته عندما يخرج من الدائرة الفكرية الضيقة التي عاش فيها زمن معين إلى أن يعيش هموم وأفكار وحالات وأطراق الآخرين، يرتفع في إنسانيته ويرتفع في وعيه. في بلادنا وفي كثير من البلاد استسلام حقيقة وعبودية للجغرافيا وتقييم للناس بناء على الجغرافيا، وحقيقة هذه حالة مؤسفة جدا، أن يكون الإنسان تحكم الجغرافيا لا تحكم إنسانيته ولا يحكم عقله ولا تحكم مصالحه ولا أبدا، هو أسير جغرافي، حيث ما ولدت تحدد بعد ذلك بقية مصيرك وعلاقاتك ومكاسبك وخسائرك. في يوم من الأيام كان نقاش في أحد المجالس، وبعد ما انتهيت من الحديث طرح موضوع قضية العقيدة، وأن ينظر إلى العقيدة أنها شيء ثانوي وليست قضية نقيم بها الناس ونصنفهم بها. فسألت سؤال، موجودين كانوا غالبهم من كبار الشخصيات وكبار في العلم والمعرفة وأحترمهم جميعا، سألت سؤال قلت: هل تتصورون المفتي من الشمال؟ أتكلم جغرافيا. قالوا لا. قلت: من الجنوب من الجزائر؟ قالوا لا. من الشرقية؟ لا. من جدة؟ لا. إذن يا جماعة، هل العقيدة عندنا والجغرافيا مقدمة؟ هل الإسلام ولا الجغرافيا أول مقدم؟ هل الدين ولا الجغرافيا مقدم؟ اعترف بالقضية مثل ما هي. لذلك نحن أحيانا أسرع للجغرافيا ولقاء مناطقها وللأنساب أكثر مما نرتقي إلى قضية الأفكار أو المصالح أو كذا. هذه حقائق تعيش فيها المجتمعات، ليس مجتمعنا فقط، في مجتمعات أخرى فيها نوع من العنصرية المبنية على الجغرافيا أو على النسب. ولهذا المضطهد في هذا الجانب ليس من الأصل في علاجه أن يجيب على اضطهاد باضطهاد أو على تعصب إقليمي بتعصب إقليمي مضاد. فأنت في هذه الحالة لم تكسب شيء أبدا. تجاوبك مع هذا الاضطهاد الجغرافي أو الاضطهاد المناطقي أن توجد منطقة عدالة أو منطقة مصالح عامة يجب أن نسعى إليها جميعا، لأنك لو حققت مصلحة معينة في منطقة معينة لكانت هذه القضية، يعني هذا منطقة هذه لابد التاريخ تستفيد، والمنطقة الأخرى محرومة ما حققنا شيء. فخطابنا يجب أن يتجاوز القضية الجغرافية كما هو في قضية التاريخ. الجغرافيا حقيقة تدل أحيانا على ضيق الإنسان الذهني وعدم استيعابه، ولذلك كثير مخططين يتحدثون عن مستقبل هذا البلد أنه مستقبل دولة في وسط مدينة في الوسط، ومدينتين هامشيتين إحداها في الشرق وإحدى في الغرب، المناطق الأخرى يجب أن يخرج منها سكانها لأنها لا تقدم لها خدمات ولا يوجد فيها وظائف. تهيق لماذا؟ بسبب أن هذه العقول مأسورة بالعامل الجغرافي فقط، لا تنظر إلى أن الأمم والشعوب أحيانا يخل بها أمنيا أن تجمع سكانها في مدينة،
وتجمع صالحها في المدينة وتجمع أمنها في المدينة وتجمع جيشها في المدينة. هذه قضية غير يعني ضد مصالح المجتمعات، قضية فرغ منها الناس من أحيانا من قرون طويلة جدا في قضية توزيع القوى في بلادهم. للتجاوب أو لتجاوز هذه المشكلات الجغرافية نحن استفدنا فائدة كبيرة جدا، وهي قضية أدوات التواصل الحديثة، سواء كان هذا إعلام حديث، إنترنت، فيسبوك، تويتر وغير ذلك. أظن أنه يصبح مثقف إذا لم يفهم هذه الجغرافيا وتجاوز الجغرافيا يصبح أسيرا. أسأل سؤال مثلا، هل مثلا أشخاص الموجودين هنا مثلا في هذا المجلس وهم يتعاملون مع الفيسبوك ولا مع التويتر ولا غيره، كم أصدقائهم من مناطق أخرى؟ كم يتبع مناطق أخرى؟ على مهم السؤال هذا، بأنك إذا تجاوزت هذا الضيق يدلك تجاوز معرفيا وتجاوز إقليميا، وتصبح إذا اهتمام بقضايا عامة تتجاوز بها مناطق تركيزك الضعيفة. أنتقل إلى قضية أخرى من الحقائق والأهم، المشاعر، لهجات، اللغة. هذه القضايا لا تستطيع يعني مشاعري تجاه جاري ونسيبي وقريبي وكذا، مشاعر طبيعية، لكن عندما تكون أسير لها يصبح الحكم والبلد أسير لهذه القرابة، حتى أحيانا لعائلات النسب، الزواج مثلا. تسأل مثلا في بعض الدول وزراء كيف جاءوا، في الأخير تجب أن هذا زوج فلانة اللي هي أخت فلانة اللي هي بنت خالة عمة فلانة، وفي الأخير يعني الحكومة شكلوها النسوان في مجلس العزيمة ومجلس القرار. ومصير البلدان يصبح فعلا مبني على علاقات النسب العائلي. يقولون المرأة في المجتمع الإسلامي ضعيف، لا، حقيقة قوية جدا. يعني انتبهوا للجانب الأقوى، وأن هي تشكل مستقبل أمم أكثر ما هي تتخيل. طبعا من خلال طبعا المشكلة أنه ما كان في السياق المرغوب، لكن يعني مثال الواضح كان فعلا مضحك، قصة علي صالح وعائلته وأنسابه. وزعت في الأيام الأخيرة وزع جدول بالنافذين في حكومة علي صالح ولماذا هو موجود في هذا المنصب وما السبب. تبين أن اليمن كلها بشكل أو بآخر هي من خلال قضية عائلية فقط، لا دخل، لا وجود لحكومة، نسب، زوجات، زواج بنات، زواج خالات، أخ من الأب، أخ من الأم غالبا، وهذا بهذه الطريقة تقوم دولة. هذه حكومات العصور الوسطى كما يقول، هذه فعلا قمة التخلف. يعني تجد الواحد يتعامل مع ميكروفون وكمبيوتر وكذا، لكن عندما يتعامل سياسيا هو يتعامل ما قبل 1500 و600 سنة. تدخل مجلسه فتجد هذه حكومة قادمة من العصور الوسطى، الذي أمامك هو الأول والآخر، وهو الحاكم، وهو المضر، وهو النافع، إلى آخر حسب مزاج اللحظة. لكن كل هذه التقنيات الحديثة، كل هذه النظم الإدارة الحديثة آخر ما يفكر فيه. ولهذا تجدنا نعيش في أحدث العصور من ناحية التقنيات، لكن نمارس سياسيا واجتماعيا أكثر نماذج التخلف الذي هو يعتبر خارج العالم المعاصر. هذه المشاعر، هذه العلاقات من المهم تهذيبها بمعنى ألا تستسلم لهذا الضعف. حتى أحيانا في اللهجة تحب أهل بلدك بلهجة معينة، لكن إذا وجدت منطقة أو مذهب يتكلم بطريقة معينة دل ذلك على أنهم معزولين، أنهم لا يتكلمون لهجة. إذا كنت تستطيع تميز في داخل حتى مدينة واحدة لهجة منطقة من المناطق أو حي من الأحياء، دل ذلك على أن هذا المجتمع يعاني عزلة كبيرة جدا، أو أنه يضطر يتكلم بلهجة معينة حتى يحقق مصالح، أو أن هذه الكلمة غريبة هنا هي أحيانا كتنوع مفيد، لكن عندما تكون إشارة إلى عزلة في المجتمع هذه كلمة. مشاعرك تجاه أقاربك شيء، لكن مصالح البلدان أكبر مشاعر وعلاقات الأشخاص. المشاعر العدائية وإيقادها حقيقة استغلال هذه القضية، أحيانا يستغلها بعض الناس لمنافع ذاتية، يوقد مشاعر شخص
يوقد مشاعر الأمة، يوقد أحقادهم. لماذا؟ حتى ينفعونا أكثر، حتى يشتهر بينهم، حتى يقال حامي الدين، حامي الحمى، حامي السلف، حامي آل البيت، ويعيش ويأخذ مبالغ على هذه الإهاجة والتهيج والإساءة للمجتمع ولأمته ولثقافته. إيقاد المشاعر من أخطر ما يمكن يتعامل معه الإنسان، ومن أبسط الطرق التي يمكن يهيج بها الناس، وهي في الغالب تمشي ضد العقل. يضع عقله تحت رجليه ويثير العاطفة، أي كانت هذه العاطفة، أقليم، مذهب، عصبة، إلى هذا الجانب من ناحية المشاعر تحتاج إلى تهذيب في تعاملنا مع أنفسنا وفي تعاملنا مع الآخرين. هناك مظالم حقيقية، وهذه أيضا إحدى الحقائق والأوهام فيها. هناك مظالم لا يستطيع تجاوزها إنسان سوي عاقل يحترم نفسه وذاته. هذه المظالم النظر إليها من ناحية أن نعترف بها، نذكرها، نصرح بها، نكتبها، ننشرها، نقولها للناس، لكن لا نعيش تحت هاجس أن دائما مظلومين. أحيانا تكون أنت ظالم وأنت، لكن ثقافتك ثقافة الظلم، أو عاطفتك تتجه بهذه القضية، فتتجاوز الحقيقة إلى الوهم وتشغل الناس بقضية قد تكون تاريخية أو بحقيقة لا تستطيع التعامل معها. لكن في هذه المظالم واجهتها بطرح الحلول. من أهم الجوانب التي تطرح الحلول أن هذه المظلمة ننظر إلى جميع الذين تضرروا ونذكرهم في سياق تضرر. نحن متضررون، وهذا متضرر، وذاك متضرر، وهذا مستغل، وذاك مستغل، في سياق عام للمجتمع الذي نحن فيه. لا نبقى أسرع نحن مظلمتنا ونتنكر لمظالم الآخرين. ما في مجتمع سيكون سوي تماما ما في مظالم، ما في، لا مجتمع أنبياء ولا مجتمع حكام عادلين ولا المجتمعات القادمة. وأحيانا المجتمعات القادمة هي مجتمعات متخيلة، يعني نأمل كذا، لكن كانت المجتمعات القادمة بشرية فستحمل جزاء من ضعف الإنسان. ولذلك المثالية أحيانا هي شيء تصطنع أنت وتحاول أن تقيمه وتحاول كذا، ويجب أن تسعى إليه، وسعيك إليه نفس العمل للسعي إليه هو نجاح، هو إنجاز، لن تصل يوم من الأيام إلى كماله، لكن هذا السعي نفسه هو المطلوب. مثل ما يقول أحدهم كالبوغ، يقول الحياة كلها هي حل مشكلات، هي أن تعترف المشكلة وتحاول تحلها، ولا تظن يوم من الأيام إذا كنت في مجتمع بشري أنك ستصل إلى مجتمع بدون مشكلات، هذا غير موجود، هذا غير ممكن. لكن صدقك في التعامل مع المشكلة وحلها هذا مطلوب، حلها جزئيا أو كليا، والجد في الاستمرار هذا هو المطلوب. لدرجة أن كان في نقاش في نهاية القرن 19 وبداية 20 إلى 50s، هل الحلول العلمية صحيحة ولا لا؟ تبين أن قضية القول بأن هناك حلول علمية صحيحة قضية لا أقرب أن تكون وهم، ليست حقيقة. لماذا؟ لأن هذه الحقائق العلمية يتعامل بها في الأخير أنا وأنت، ونحن عندنا عواطف وعندنا مشاعر وعندنا جهل وهناك تغيرات كثيرة جدا. فمهما وضعت من حلول علمية تحتاج إلى تدخل هذا الإنسان لإصلاحها بالصبر. ويضرب مثال مثلا على ذلك، مصنع تضع فيه إضاءة جيدة وناس يعني مستفيدين جدا من هذا الأمر، مجرد أن يكون النور بدرجة متساوية لزمن طويل يحدث عندهم الملل، غير شوي، لخبط شوي القصة على الناس، أشعرهم بحيوية معينة، بتغيير معين. فوجود الإنسان في هذه التركيبة، وجود مشاعر الإنسان وأخطائه وصوابه، يشعر بحياة الإنسانية وصحة وضعها. إذا كان هناك هيئات، أشخاص، مؤسسات دينية، مؤسسات سياسية تتنكر للمظالم، فهي حقيقة هيئات ومؤسسات حدامها المجتمعات. بل إذا كان عندنا هيئات مثل هيئة كبار علماء وهيئة كبار كذا، أول ما نسألهم ما هو موقفكم في مظالم مثلا الشيعة أو الصوفية أو السنة أو المنطقة الفلانية، إذا كنتم فعلا مؤسسات تحرص عليك نسألهم السؤال، ما هو موقفكم من هذه المصائب مثلا أو من هذه الحسنات؟ ما موقفك مثلا أن والله في قرية معينة تجد منها كل الوزراء
بينما مناطق بأحجام الدول لا تسمع أي إنسان. أسأل سؤال، هيئة كبار العلماء مفترض لكم العدل، أين نقاشكم؟ أين فتواكم؟ بالمقابل إذا حصل موقف حسن أو سيء من مجموعة ترنا مضطهدة أو مشاركتها، المثال حقيقة كان جيد تجاوز لهذه القضية. يعني مثلا لما طلعت مشكلة الحبيب وأساء لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حقيقة يعني موقف لا أخلاقي حتى لو كان يتحدث عن مجتمعات أخرى، إجماع السنة والشيعة على موقف واحد فيه كان كموقف رائع، كموقف عقلاء، كموقف ناس يريدون أن يستلوا فتنة. نريد من هذه الأخلاقية ومن هذا الموقف أن يعم جميع ما يضر المسلمين في أي لحظة من اللحظات من أي طائفة من الطوائف، أن يكون مبدأ مستمر. أنا نقف عند هذه الحادثة لأنها كانت شديدة جدا، لكن أيضا ما هو أقل منها يحتاج لاستمرار العلاج والرقابة الاجتماعية والوعية. حقيقة حديثة وجود هذه المظالم الاعتراف بها مهم جدا، قبل أن نتحدث عن طريقة حلولها، أن تعترف معك مشكلة، إذا اعترفت تنتقل بعد ذلك إلى الحل. هناك حقائق أخرى، من هذه الحقائق هي دور المجتمع العالمي المؤثر. يعني لم يعد هناك دولة ولا مجتمع مهما كان قويا، طيب مهما كان قويا يستطيع أن يقول والله أنا خارج التاريخ، خارج الزمان، خارج القوى العظمى، هذا غير صحيح. يقول من عام 73 مثلا في أمريكا لما منع قطع النفط وكانت الأزمة، أمريكا ذلك الوقت شعرت بالعالم أن لا، في ناس موجودين يستطيعون يضرون لو يكون سياراتهم، فشعروا أنهم جزء من العالم. قبل ذلك لا، معزولين، كل الدنيا عندهم يعني ما لها علاقة بالآخرين. الذي يزعم أن في دولة أو في مجتمع ليس للمجتمعات الأخرى والدول الأخرى أثر، هذا شنسان واحد لا يعيش في عالم الحديث. هذا العالم له أثر مباشر في حياتنا اليومية وفي علاقاتنا السياسية، يستخدم بالضرر ويستخدم بالنفع. بل أذكر مثال على ذلك وهو مفيد في كيف ينظر الخارج أو العالم لأي دولة يتعامل معها. قبل الحرب العالمية الأولى أرسلت بريطانيا جاسوس أو مستطلع يستطلع منطقة هام، منطقة جيزان أبو عليش ومر أبو عليش، مناطق هذه لأن كانت إيطاليا على الشاطئ الغربي وكانت بريطانيا تحب أن تدخل منطقة هذه لتوازي وجود البريطانيين. فانظروا كيف يستخدم المحاسن والمناطق، فكتب دليل. هذا الدليل يتكلم عن قبائل، عن المساكن، عن القرى، عن المدن، قضايا معروفة، عن القبائل، لكن أيضا عن مناطق المياه، عن الطرق، أشياء تهم جدا دولة ستحتل هذه المنطقة. كتب في نفس الوقت مقاطع عن العيار التي يتنابز بها الناس، القبائل عيرة هذولا كذا وعيرة هذولا كذا، هذا اللي يقولون عنهم كذا وهذا يقولون عنهم كذا. لكن لماذا؟ لأن هذه ستفيد المحتل في إثارة العدوات، وذلك حتى الدين الشعب وما يعرف العربية يجب لازم يحفظ العيرة الموجودة في المنطقة، لأنه سيتعامل مع الناس في الأخير وسيستخدم بعض الأدوات. هذا مثال لأكثر من 100 سنة. قبل تقريبا 3 أشهر وجدت مقال نشر في أظن الفورم بوليسي وترجم في الكويت ونشر في عدة مواقع عربية، يتكلم المقال عن وحقيقة كان غريب، رجل كان استراتيجي وعاش في سفارات في المنطقة، الكاتب يتحدث عن العيوب والألقاب التي يلقيها السنة على الشيعة والسنة التي يلقيها السنة على الشيعة. لماذا؟ المقصود حقيقة ليست البراءة لكن الدبلوماسي والمجتمعي، إثارة هذه الألقاب مفيدة جدا لبقاء التفريق والتقسيم. مارتن هندك بعد دخول القوات الأمريكية للعراق قدم محاضرة في الفورن كونسل، تحدث فيها عن أنه من الضروري أن نستعيد الاستفادة من سياسة فرق تسود في العراق، لأنها هي التي استمرت في هذا البلد. مارتن هندك هو أهم الشخصيات الصهيونية التي تعيش الآن. مارتن هندك يقول أو التصرف هذا التصرف وأخذوه كسياسة، وأظنهم تطرفوا في استخدام التفريق بين السنة والشيعة إلى درجة أصبحوا غير قادرين على ضبطها. العراق وغير العراق مناطق التي ينظر لها المستعمر لا ينظر لهم بشر أسود. لاحظوا مثلا
نحن قدمنا الناس، قدمنا العالم الغربي على الناس الشيعة والسنة وعلى الناس الصوفية إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا التسمية وهذا المكون يضمن لك السيطرة، يضمن لك أن تتعامل معهم كمواد وأجزاء ممكن تتعامل معه وليس كبشر. لماذا نحن لا نتعامل مع أمريكا بروتستانت وكاثوليك؟ لماذا لا يسمحون داخل مجتمعاتهم باستخدام هذه المواجهات سياسية واجتماعية؟ لماذا حتى الألوان يقهرون ويمنعون حتى الدعايات؟ لازم الدعاية يكون فيها السنسور حتى تتجنبون قصة أننا نحن مجتمع عنصري. لكن نحن في هذه المناطق ضحية التقسيم هذا، نقدم لأنفسنا ونقدم للعالم أن ما إحنا بشر، لسنا مسلمين، لا نحن مسلمين ونحن شيعة، نحن عرب ونحن أكراد، نحن أتراك ونحن كذا، مع تجاهل كامل لما يمكن أن يكون من لقب أو تسمية لمصلحة الجميع، والإلحاح على قضية لا نحن ننظر إليه كمادة مميزة عن أخرى لإمكان السيطرة عليها. هذه ما أصبحت سر ولا من قديما كنا نعيش هذا. فهل هذا العالم يتعامل معنا بهذه الطريقة؟ وهم هذه القضايا التي تثار هي قصة إيران، وإيران كفزاعة مرة، كتخوين لأجزاء من المواطنين مرة أخرى بالولاء لهم، كرعب للمجتمعات ألا تطالب بحقوقها ولا تتحرر من الاحتلال المباشر أو الاحتلال المقنع. هذا الاستخدام لقصة إيران فيها حقائق، دولة عندها حكم ديمقراطي تخلصت من الاحتلال لعام طامح إلى آخر، وبين أننا نحن نصر على أن في مجتمعاتنا لابد أن يكون منا ناس تابعين لهم، أو على الأقل حتى تخوف مجموعة أو تصادر حقوقها يجب أنك تقول عن الآخرين أنهم أيضا تابعين لها. يعني مثلا قصة البحرين، مهما كان البحرين هذا هو هذا المكون السكاني الموجود فيها، لكن أحيانا يتعامل مع البحرين كمثال أو كشاهد أو كمنطقة تجربة لمناطق أخرى، كيف يمكن استمرار حرمان الناس من حقوقهم، أو في حالة وقعت مصيبة عظمى وأصبح في نظام عادل في هذا البلد أن هذا الأمر سنتضرر به تضررا كبيرا. فهي تستخدم بعض المناطق كمناطق تجربة لإقرار استبداد أو لإقرار وضع غير سليم في هذه المجتمعات. أيضا نحن مجموعة المثقفين والذين يتحدثون باسم الإسلام وباسم العروبة إلى آخره، وهم يتحدثون عن نيل الحقوق وعن ديمقراطيات وعن لتكون لغتك واحدة، لتكون لغتك واحدة. نحن نقول عن السنة في إيران هم مجموعات متحدة، تكون لغة كلها تقول هذا الكلام، طيب اعترف على الشاطئ الآخر بما يحدث، أنصف نفسك وأنصف الناس. هل هناك من سيستمر؟ هل هناك من سيستغل هذه الحوادث وهؤلاء الأشخاص في داخل إيران أو في داخل الخليج الغربي مثلا؟ نعم هناك من سيستغل هذه القضية، لكن العدل أو قيم العدل لقطعت الطريق على أي عميل أو مضر بهذه المجتمعات. أنت تؤدي، أنت تصنع الحصانة، وعندما تصنع الحصانة هذا الحصانة لنفسك وهذه الحصانة للمجتمعات الأخرى، تكون أمين وفي مع ما تقتنع به وما تقوله للناس. من غير المعقول أبدا ألا يتولى الوزارة شخص سني في إيران، هذه كان. لكن أيضا في المناطق الأخرى في مثل بلد، لماذا لا يوجد وزير؟ لأن قضية نفس الحقوق، لا عندهم المجتمع. قد تكون هذه المجموعة من الناس مؤهلين وغير ناس غير مؤهلين، لا اعتراض لي على هذا، لكن مؤهل يأخذ حقه بشكل طبيعي. المظالم عندما تقرها في مكان وتنكرها في مكان ليس عدلا، ليست أخلاق، ليست إنسانية، أنت متخلف عن حتى رؤية الناس في العصر الحديث. أقم العدل في كل مكان وانصر، وتجد أنك أنت في النهاية الذي تنتصر على ضعفك قبل أن ينتصر الآخر عليك. نعم والله أنا عندي فقرة أو فقرتين، ما تسمحوا لي بها ولا؟ خلاص إذا في ديمقراطية. لا لم أستغل الأصوات لصالحة تماما، سأحاول أختصر بإذن الله. هناك حقائق موجودة منذ أقدم العصور، هناك فرس وعرب في هذه المنطقة، وهناك أتراك، هناك أكراد.
هذه حقائق موجودة على الأرض، لن يأتي يوم من الأيام تقتلع هذه المكونات، ليس بإمكانك، لكن التصرف الصحيح أن تعترف بهذه القوة وتتعامل معها، ليست قوة يعني وافدة على هذه المنطقة، لم تفت من أي مكان آخر، هؤلاء هم أهل هذه الأرض، سواء كانوا فرسا أو عربا أو في أي منطقة أخرى، فلتتعامل مع هذه القضايا بنوع من العدل المستمر العام. إيران وإن كنت حقيقة ما أحب أدخل في الموضوع هذا، لكن استبقى لهم طموحات كي قوة صاعدة، طموحات هذه قد تضر العرب، قد تضر المسلمين، قد تضر عقائدهم وإلى آخر. لكن بالمقابل لماذا تفكر أنت بعقلية الضحية؟ لماذا تفكر أنت من صعود الآخرين دائما ضدي؟ لماذا أنت ما تصعد؟ لماذا أنت نائم تحت الأحذية طوال الدهر؟ لماذا أنت مصر؟ طبعا الذي يجعلك تصر على الضعف هو مصادرة العدالة في المجتمع، هو أن لا يكون للناس صوت، تبقى ضعيف، لكن يمكن أن تنتقي إلى قوة عالمية عظيمة جدا في سنوات قليلة. مرور الزمن كان قديما يقولون أن التقلية تحتاج 200 سنة، قبل 10 سنوات قالوا يحتاج بلد متخلف جدا أن ينمو نمو سريع يحتاج إلى 20 سنة، هذه السنوات يمكن اختصر الزمن إلى قالوا أن 15 سنة، هذه دراسة علماء التنمية إلى 15 سنة اللي هي سنوات تعليم وإقامة بنية تحتية. مدة الحكومة التركية المعاصرة من الطرق مثل ما مدة الحكومات التركية السابقة في ظرف 7 سنوات، أصبحت دولة لها مرجع وأهمية كبيرة في المنطقة في سنوات قليلة. تجد مثلا الناس في تركيا العلمانيين يكرهون هذا التوجه الإسلامي تماما الموجود في الحكومة التركية، لكن أقول لهم في الأخير صوتون لهم؟ يقول نعم صوت لهم، أكره توجههم بس صوت لهم، لأن ينظر إلى المكاسب الاقتصادية، إلى المكاسب الدولية، إلى السمعة العالمية، إلى أنهم أعطوا كرامة ومكان للشعب التركي غير متصورة قبل 10 سنوات. هذا المجتمع وغير المجتمعات يمكن أن ينمو، لكن الاستجابة للشروط الداخلية بالدرجة الأولى. أما الخارج فهو سيحرص دائما على أن تكون ضحية، على أن يأكلك أيا كنت، لكن إذا كنت تنظر أن عدوك هو الداخل فأنت ستنهزم أمام الداخل والخارج. قضية ثانية، النظرة إلى أن العلاقة ستنتظم دائما علاقات متوترة بين إيران وأمريكا هذا وهم، أكثر المؤشرات تقول لا. لماذا؟ أولا قامت ديمقراطيات وإصلاحات في المجتمعات العربية تجعل هذه المجتمعات لا تعود محتلة من قبل عسكري يحكمها مثل حسني مبارك، وتبين حسني مبارك شخص محتل أقدر من أي محتل كان سابقا، لا المحتل في تونس ولا المحتل في مصر، سرق المال، سرق السيادة، سرق الكرامة وأذل مصر، 83 مليون كانوا يعيشون في مصر لا يساوون 3000 شخص في غزة دوليا في السياسة الدولية، لا يساوون شيء، لأن أصبح شخص واحد يملك المال والأرض والسماء وكل شيء وهو ضعيف وهو منهار وهو خائف، فهبط لمصر، الناس خرجوا من هذا الأسر من هذه العبودية إلى أن يكونوا بشرا سويا. إيران يمكن أن يفوز الخط الذي تروج له بعض القنوات العربية، أن يخرج هذا التيار الإصلاحي، يخرج بعد ذلك تيار ليبرالي، تيار قومي يمكن يتصالح مع الغرب وترتبط سيادة مع الغرب ويصبح دولة آمنة يمكن أن تحرس الخليج وتستعيد دور الشاه وتستعيد دور الطبيعي الذي تتمنى، ولكن سبق ستحول المناطق الأخرى إلى مستعمرات ربما لفارس أو لغير فارس. لماذا؟ لأنها لم تستطع أن تملك من الشجاعة ومن الإنسانية أن تقيم عدل في مناطقها وأن تنهى أو تقيم مجتمع سوي أو تحقق مصالحها، فبالتالي الرهان على أن إيران ستبقى عدوة الغرب قد تبقى ولكن قد تتحرر وقد تفاجئنا مثل مفاجأة تركيا. دراسات أخيرة كنت أقرأها بعدها اليوم، واحدة اسمها مثلث القوى ستيفن كيرز يتحدث عن المستقبل الضروري في المنطقة هو ثلاثي القوى تركيا وإيران وأمريكا التي يمكن تكون قوة تضمن النفط وتضمن الأمن في هذه المنطقة، أما غيرها فسيصبح هوامش هذه المناطق الثلاث. أظن هذه الدراسة سبقت يعني سبقت الثورة المصرية، مصر أن تكون قادرة أن تكون جزء من هذه الأركان التي تضمن استقرار
وللذين لا يستطيعون يحققوا عدالة ولا أمن في مجتمعاتهم أن ينتبهوا لهذه القضية. التخويف في الأقلية الشيعية من الكثرة السنية، تخويف فارس من العربي الآخر، هذه حقائق تعامل معها مثل ما هي. الخلاصة وهي أرجو أن تكون خلاصات سريعة. أولا أن نخرج من قيود المذهب ومن سجون القناعات العقلية إلى اتساع الإسلام، أن نحرر أنفسنا من المذاهب ونتجه إلى الإسلام، هذا سيحررنا ويخفف التوترات بيننا، وهو ذا وهو الذي سماكم المسلمين لم يسميكم بأي طائفة أخرى. نتجه إلى الإسلام، نتجه إلى قطعيات الإسلام، سنتخلص من هذه الأثقال التي نحملها ويدمر بها حاضرنا ومستقبلنا. الخروج من الطائفة إلى الوطن، إلى مصلحة الوطن أكثر من قضية مصلحة الطائفة. إن أنا سعيت باستمرار بتحقيق مصالح الطائفة، تأكد أن قد تعطى لحظات ثم تحرم بعدها سنوات، قد تستفيد لحظة ولكن تحرم، ليكن خطابك عالما عن مصلحة الجميع. المصالح الوطنية تفترض توجه كبير لما يحق هذه المصالح، من قضية العدل، قضية انتخاب المسؤولين، قضية الرقابة على الفساد، رقابة على الحكومة، لأنه ليس هناك من إله يمكن أن يحكم هذه الأرض من البشر، لابد يكون في النهاية إنسان يصل للسلطة ويصل للمال، سيستبد بالسلطة والمال، ما لم يكن على هذا رقيب أو يثبت لنا أنه إله لا يسوء ولا ينسى ولا هذه ممكن إذا أثبتها الناس يثبتها، لكن إذا كان بشرا سويا مثل من الناس فهو لا شك إذا وصل إلى المال وإذا وصل للسلطة سعى أقصى ما يستطيع ليحوز أكبر ما يستطيع ولحرمان الآخرين بأقصى درجة ممكن، ما لم يكن هناك رقابة ذاتية في هذه المجتمعات، ما لم يكن الناس بشر لهم احترامهم ذواتهم ويقولون لا أنت تسرق أضعام حسني مبارك 71 مليون 71 مليار من مصر، 11 و12 مليار لابن علي من بلد فقير، يا أخي والله يعار على البشرية أن تعيش بهذه الطريقة، مهانة الإنسانية، مهانة لما يحترمهم حتى يقابلهم، وهم لصوص للكرامة، لصوص للمال، لصوص للسيادة، وفي نفس الوقت آخر مكالمات وولاء له كان مع بني عازر أو بني عازر، هذا الولاء الحقيقي لهذا الحاكم السارق المسترد، والمجتمعات الأخرى ستمشي بنفس الطريق ما لم تكن عندها إمكانية رقابة على ذاتها وعلى مجتمعاتها. أن تنال الحقوق باسم الجميع لا باسم الطوائف ولا باسم المناطق ولا باسم الأشخاص ولا باسم القرى، الجميع يشارك فيها سواء كانت مضرة أو مصلحة، تأخذ بمقدار ما تعطي. قادة الدين والمشايخ والمثقفون يجب أن ننظر إليهم نظرة أخرى ونقيمهم بمقدار من الذي يخون ومن الذي يخص بصراحة وضوح، أنت من المشايخ والمثقفين الخونة ولا أنت من الأمناء، بمعنى أنت مع الأمة ولا أنت ضد الأمة، هذا هو المقياس، هل أنت مع السلطة ولا مع مصلحة الناس، هذا هو المقياس. إذا كنت شرطي فهذا مقبول، الحكومات كلها تأخذ لها شرطة من رجال الدين ومن كذا، لكن يجب أن تنظر إلى أن دينا تغتصبه أنت لا يمكن أن يحترمه الناس. أيضا الإلحاح على مجتمع مؤسسات، لا بد من مؤسسات يقوم بها المجتمع المدني يستطيع أن يأمن الناس بها، إذا كانت مصالح الناس معلقة على شخص فالشخص هذا يضل وينسى ويموت ويقتل ويحصل له ما يحصل، لا بد تقوم مؤسسات. هناك تجربة مثلا حصلت في الكويت عندما اختلف آل الصلاح، جاء مجلس الأمة الكويتي وحصل أو ساعد في الحصر أو إلى آخره وحلوا مشكلة، لكن في مجتمعات أخرى لا توجد أي مؤسسة، يمكن تكون حروب أهلية مدمرة نحن لا ندري، ولذلك لا بد من وجود مؤسسات يدعو بها المجتمع تصلح ذاته وتصلح المجتمعات الأخرى. الإلحاح على الحريات، الحريات يا أخوة ليست أسطورة في الماضي، هي ضرورة في الحاضر، ضرورة في كل العصور، خاصة وأن الحكومات الآن لم تملك فقط جاسوس يمشي وراك بالسيارة ويتابعك وين رحت وين جيت، لا أصبح الآن يمكن يجسس عليك في جيبك وفي غرفة النوم ويركب لك كاميرات ويعيش الناس في حالة من الإساءة والإهانة للجميع، وهو نفسه قد يكشف. حتى أحد الزعماء العرب نشرت له أو ذكرت لماذا؟ مجرد أن تجعل هذه طريقة التواصل مع المجتمع تجسس على آخرين أنت تدمر نفسك وتدمر الناس، ولذلك لابد من مؤسسات تؤمن ويوثق بها وتكون مؤسسات عادلة ومنطقة وسيطة حتى تلتقى الناس لا تلتقى الناس على مضارب أخرى.
موجة الحريات والديمقراطيات في المنطقة العربية يجب أن تأخذ مداها الكامل وأن يروج لمحاسنها ونحذر من شرورها. هذه قضية لم تعد خبر من الماضي لحقيقة من المستقبل. التعامل معها يجب لكل مصلحة، لا نقول بإثارة فتن ولا بنزاع يعني مضر بالحكام ولا، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون مضر لمناطق الاستبداد جانب المصالح العامة. ضروري جدا الاستفادة من هذه المراحل، المراحل لم يسبق المنطقة العربية أن عاشتها بهذه الكرامة، ويجب لهذه الكرامة أن تعلو وتسود المستقبل. عدم المغامرة بالاحتجاج بالخبرات السابقة، نحن مجتمعاتنا كذا ومجتمعاتنا كذا، كلما أنت أصغر في العمر كلما كنت صاحب خبرة أكثر، لأنك تتعامل مع عصر جديد بأدوات جديدة. الأدوات القديمة لمجتمع قديم أصبح يغرب وأصبح غير موجود الآن. الرهان حقيقة في على مجتمع مفتوح، مجتمع شفاف، مجتمع صادق، مجتمع قوي، مجتمع المفتوح مجتمع قوي، مجتمع الاستبداد مجتمع ضعيف مهان، يمكن أن يؤسر، يمكن أن يقتل، يمكن أن يغتصب بأي طريقة من الطرق كما رأينا في العصور الحديثة. عندما يكون مجتمع عبارة عن شخص فهو لا شيء، عندما يكون مجتمع عبارة عن وزارات أو جيش أو أمن فقط لا شيء، لكن يكون مجتمع له مؤسسات وله تماسك يمكن فعلا أن تراهن عليه. مرحلة إنكار مجتمع المغلق دائما يمكن لا ما هو حاصل شيء، ما بيحصل منه. سمعت كل الخطب اللي قالوها نحن مختلف عن غيرنا، كلهم قالوا، لكن تبين الفساد واحد، الاستبداد واحد، ليس ألوان مختلفة لمضمون واحد، فقط واحد. لهذا لا نتعامل مع العصر الحديث وموجة الحريات بالإنكار، لا، الاستجابة المرنة الحقيقية التي تنقلنا نقلة شجاعة، لأن حقيقة لا يصلح إلا الشجعان، فإذا قلوا في أمة دمرت، إذا كثروا في أمة استطاعوا أن ينتقلوا بوعي وبحرص وبإخلاص. الخلاص من الخرافة أين كانت هذه الخرافة؟ خرافات تروج لنا حكومات أو أشخاص أو مجموعات ليبرالية أو مجموعات مشاعر. الخلاص من الخرافات والاتجاه إلى الحقيقة، هذا المجتمع من ملامح المجتمع المفتوح. المجتمع المغلق يؤمن بالمعارضة السرية فقط ويقبلها لأنها تتمرد عليه في السر، ولا يقبل المعارضة العلنية. المجتمع المفتوح فيه آراء مختلفة، فيه آراء يمكن تصل بأكثرية إلى قرار. المجتمع المفتوح يقبل الخلاف ويقبل التنوع ويمكن أن ينضج وينمو. شكرا ومعذرة أن أطلت عليكم. أحسنت، نشكر الدكتور على هذا الطرح الجميل. صحيح المكان التعبير معمر خنقة وزنقة زنقة، لكن ما شاء الله يعني كلكم كنتم متفاعلين، وأنا أثمن الأخوة بالذات الجلوس على الأرض أو الأخوة الوقوف. نبدأ بالمداخلات، سنبدأ من طبعا تحت العشرين، المداخلة الأولى بتكون تسمحوا لي بس يعني خلونا نرحب بالدكتور محمد العبد الكريم بصفته يعني أحد أصحاب الرأي الذين عبروا عن رأيهم، ويستحق منا كل التكريم حيث أنه يعني تم إيقافه، ويسعدنا أيضا يعني أن نسمع منه مداخلة مشاركة يعني حتى يتعرف عليه الجميع. تفضل دكتور. سعادة المدير يعني أخذنا فقط دكتاتورية بعد. إذا تحب تجلس إذا جلس خافي طول تقف هنا، عندك منصة إذا تحب. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا الحقيقة تفاجأت بهذا الطلب، ولكن صعب أن يرد الإنسان مثل هذا الطلب في هذا المجمع، ولكن ما دام طلب كلمة فأنا الحقيقة لا أريد أن أعقب على الكلام الذي قاله أبو عمرو الدكتور محمد الأحمدي سوى ببعض التنبيهات البسيطة فقط. الحقيقة هذه المحاضرة التي استمعنا إليها اليوم
وأبدع فيها الدكتور محمد. أستطيع أن أقول عنها بإيجاز أنها تدعو إلى إسدال الستار على مصطلح سنة الشيعة، وهي دعوة. وأعتقد أنها دعوة جديرة بالاحترام، لأنها أيضا مرتبطة بالدعوة القرآنية التي الله عز وجل قال فيها: هو سماكم المسلمين. وأظن أن مثل هذه الدعوة تحتاج ليس إلى دعوة المتحزبين والطائفيين لينتقلوا إلى مثل هذه الدعوة، بقدر أن يؤمن بها طائفة من الناس، وإيمانهم بها وتصديرهم لهذا المسمى الكلي الجامع للناس هو المخرج في الحقيقة. وإلا نحن رأينا دعوات كثيرة للتقارب لم تنجح، ورأينا حلول كثيرة في التقارب كلها لم تنجح، لأنه بقي الإصرار على لكل طائفة. وكما ذكر المقدم في بداية، كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك نجحت فكرة المواطنة كهوية جامعة، وأشار الدكتور إلى حرص تلك المجتمعات على تصدير الهوية الجامعة وإخفاء المسميات التي ترمز لكل فئة. وهذه حتى واضحة كدعوة قرآنية في الدعوة إلى الأمة الواحدة، الآيات التي سمعناها في بداية الحديث. لا أريد الحقيقة الإطالة، لأن ما سمعناه من الدكتور محمد كان الحقيقة كف ووف كما يقولون، وأعتذر لكم. وأشكر حقيقة القائمين على هذا المنتدى والدعوة التي وجهت والطلب لهذه الكلمة، وأشكر الجميع استماعهم. اللي عنده مداخلات لا بآخر الدكتور توفيق. قلنا نبغى شاب تحت العشرين، في شاب تحت العشرين؟ تحت العشرين تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تركي العبد الحي، وما أبغى أطيل، لكن أولا في هذا العالم العربي اليوم الجديد لازم نتكلم عن الاستجابة لمصلحة السياسي في الانجرار لإعادة فتح كتب التاريخ من يخدم مصلحة السياسي أولا وأخيرا. من المفترض أن نبحث نحن كطوائف مختلفة عن مصالحنا، مصالحنا الاقتصادية ومصالحنا التنظيمية ومصالحنا المؤسسية في المنطلق الأول والأخير، أي نبحث عن دولة المواطنة التي بها تقدم كثير من دول العالم اليوم. يجب أن نعلم أن مصالح الطرفين ليست مربوطة أبدا بمصالح السياسي. غير صحيح أن مصلحة السني مربوطة بمصلحة الحاكم السني، أو أن مصلحة الشيعي مربوطة بحاكم شيعي. مصلحة السياسي مربوطة بمصلحة السياسي فقط، هو وحده، خصوصا في عالم العربي اليوم مربوطة بمصلحته هو ومصلحة أقاربه في الحقيقة. الوهم لدى السنة هو تناسي مظلومياتهم لأن السياسي ينتمي لهم، والوهم لدى الشيعة أن يتناسوا مظلومياتهم لأنه ينتمي لهم في بعض الدول، أي ينتمي لمذهبهم، يحضر مناسباتهم الدينية، يقول أنه ينتمي لهم لأنه يخرج في التلفاز ويمارس العبادات بالطريقة التي هي تعجبهم. اليوم يجب أن لا نخوف أي طرف من طرف آخر لأنه أكثرية أو لأنه أقلية، لأن هذه ممارسة يحبها السياسي خصوصا في وقت الأزمات، ونحن شاهدنا هذا كثيرا يعني في الوقت الحالي. الأمر الذي أريد أن أطيل، أن كثير من المثقفين يحاول أن ينشر مسألة الوهم العقدي. الوهم العقدي كتب عنه الدكتور في كتابه في مقالة شهيرة حول هذا الوهم. يجب أن نتوقف عن تفسيرات الوهم العقدي اليوم، ونبحث عن دولة المؤسسات لأنها هي الحل في هذه الأمور. شكرا للمداخلة. المايك الحين عند الأخوات. سلام. في ظل هذا التضييق الطائفي في مجتمعنا، كيف يستطيع المواطن السعودي الشيعي تحديداً
أن يعلي حس المواطن لديه، خصوصا أنه دائما ما يتهم أن ولائه للخارج. شكرا. تفضل دكتور. لا، لبعض الحديث عرض له عرضا في الموضوع، إنما كيف يستطيع من ناحية أولا أنه يلتزم بما يرى أنه حق، مظلمة يذكرها ما فيها إشكال. الواجب في هذه الحالة على الطرف الآخر هو أن يعترف بهذه القضية، وأن لا يحصر الناس عندما يطالبوا مطالب وطنية أن يفسرها طائفيا، بل في هذا الحال يجب أن يجد صوت من الجهة الأخرى تقول لا، هذا مظلم عام وهذه مظلمة حقيقية، فلا نحمله كل السؤال. إنما أحيانا أوقات الأزمات أوقات كذا يفسر أي مطلب حقيقي بأنه قضية خارجية، وذلك قد يكون من المناسب أو من السياسة أن تخفض صوتك حتى يأتي الوقت المناسب لمطالبك. دكتور توفيق، مداخلة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد بوجود اليوم معكم واستماعي للأخ الدكتور الأحمري والدكتور العبد الكريم، وكنت آمل أن يتحدث أكثر دكتور محمد عبد الكريم، أستاذ جامعي وكتب مقالات في الحقيقة، لكن يقال أن أحدها قد قاده إلى السجن. رجل اعتقل بسبب قوله رأيه، والحمد لله أن الله فرج عنه، وقد حافظ على رأيه وشجاعته ولم يهن ولم ينكل، فهو مثال المثقف السعودي الوطني المواطن الذي يعني نتأمل أن نراه في كل واحد منا. يعني إذا أحد يعجب يروح السجن ما في مشكلة. أعتقد أنه دكتور زهير الأيوبي، وهو مفكر عربي معروف في الغرب أكثر مما هو معروف في العالم العربي، أعتقد أن هذا الكتاب له كتاب Overstating of the State، أو تغول الدولة أو تضخم الدولة. في هذا الكتاب يقول أن أحد أسباب ضمور إنسانية الإنسان، ضمور دور الإنسان في العالم العربي، هو أن الدولة تضخمت وتغولت وأصبحت جزءا من حياة كل فرد وكل زنقة زنقة على قولة القذافي، وأصبحت جزءا من السوق ومن كل شيء، من الصحة والتعليم وإلى آخره. أنا أظن أن هذا الأمر حصل أيضا بالنسبة للدين. أظن أن هنالك تضخما متزايدا لدور الدين في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات أكثر مما يحتمله الدين. يعني نحن نعلم أن الدين مثل العلم على سبيل المثال له دور محدد يؤديه، له نطاق اشتغال محدد. يقولون أحيانا أن الدين شامل، والمقصود بما يقولون، أنا رأيي أن الدين ليس شامل بالمناسبة، لكن ليس محل النقاش هذا. الدين كامل، وفرق بين الكمال والشمول. لكن يقولون الدين شامل بمعنى أنه يتدخل في كل جزء من أجزاء حياة الإنسان وفي
الأول في الحياة. شكرا للدكتور توفيق. الأخوات إذا في مداخلة تفضلي. شكرا على المحاضرة، بس يمكن تمنيت يكون في إبحار عن الأوضاع شكرا. نستمع لمداخلة الشيخ. أنا عندك مداخلة الأستاذ أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. في صغائر الأمور وكبارها أو الأمور الكبيرة منها، فالفهم الذي ينقل عن مستشرق أو متغرب أن الدين تغول في المجتمع هو فهمه هو، ولكن هل أن المفاسد والتأخر في مجتمع المسلمين بسبب الدين أو بسبب عدم فهم المسلم الدين الذي يدعوه إلى الكرامة ويدعوه إلى العدل ويدعو إلى الحرية؟ وعندنا مقولة رائعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول فيها للوالي على مصر المشهورة بالتنوع والتعدد والاختلاف الديني والطبقي والمذهبي وحتى بالنسبة للولاء، فأعلم أشعر قلبك الرحمة للرعية. ثم يقول فإن الناس صنفان أو فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تعاملنا يجب أن يكون على أساس الإنسانية، ونحن في مجتمعنا فعلا مطلب من مطالب المصلحين جميعا أن يرتقي التعامل
مع المواطن على أساس هذه البنود الكرامة والحرية والعدالة. نشكركم سماحة الشيخ. نأخذ أيضا مداخلة للأستاذ. ما في عذرا يعني. خلاص. شايف أنت الوقت. وأعتذر عن الإطالة. كلامك جميل ولو أنا أيضا ممكن أختلف معاه. أنا بس بشكل سريع شيخنا أخذ المايك أختلف معاك. يمكن يكون الفساد من المتدينين وليس من الدين. تفضل. لنعطي فرصة للغير سأختصر في الحقيقة ما هو السؤال بقدر ما هو مداخلة. أنا أعتقد أنه محاضرة الدكتور مهمة جدا في تأسيس فكر ثقافي لمثل هذه المرحلة يقوم على الفهم الواعي للتاريخ وللجغرافيا والسياسة والجغرافيا السياسية، وفي نفس الوقت ينظر إلى الإسلام كدين بشكل عام بغض النظر عن المذاهب والبحث عن المشتركات الإنسانية. لكن نحن الآن وربما مدعاة مثل هذه الندوة وهذا الحضور أننا نعيش فترة الثورة العربية. الثورة العربية الآن ثورة مدنية ديمقراطية، بمعنى أنها ليست ثورات دينية بوضوح، هي ثورات للجميع ومن أجل الجميع، ثورات شعوب، ثورات يعملها الشعب بغض النظر عن الانتماءات الضيقة والصناديق الضيقة التي يقبع فيها هذا وذاك. المسألة الأساسية أنه كل السلطات في هذه في البلدان اللي قامت فيها الثورات لجأت إلى التقسيمات الطبيعية في بلدانها من أجل إيجاد وشق الصفوف، وهذا كذا استخدم مبارك وهكذا يستخدم الآن علي عبد الله صالح القبلية والقاعدة والجنوب والحوثيين وإلى آخره، وهكذا القذافي وغيرهم. أوكي. ما أريد أن أقوله في نهاية الأمر، علينا أن نرفع شعار لن نصل في فخ الطائفية. هذا هو الشعار اللي يجب أن نرفعه من أجل أن نفوت على تقسيمنا الذي يريده حكامنا لنا. شكرا. آخر مداخلة للأستاذ. طبعا بالنسبة للأخوة والأخوات عندكم مجال، اللي يكتب مباشرة بالكيبورد يقدر يكتب يناقش كل الأفكار اللي طرحت، ولا يكتب بالقلم، احنا بنوفر لي قلم، يعني حقكم إن شاء الله محفوظ يكون، بإمكانكم أن تتواصلوا مع الأفكار التي طرحت في هذه الندوة. تفضل أستاذ. الدكتور الأحمري شكرا جزيلا على الطرح الوافي، بس يعني كون الوقت المسموح قصير شخصت وطرحت يعني مجموعة من الأطروحات كحل حق الإشكال الطائفي. خلينا نقول يعني طبعا لما تطرح طروحات في احتمالية أنها تؤدي للحل أو ما تؤدي. الأقوى أنك تستخدم الأطروحات هذه، يعني الأطروحات هذه حقيقة في أغلبها استخدمت في مشكلة طائفية كبيرة سبقتنا وأعتقد أنها حلت، اللي هي في الغرب بين البروتستانت والكاثوليك. ظلوا بقوا البروتستانت والكاثوليك على عقائدهم، بقت المناطق مالتهم، لكن حلت المشكلة هذه. أنا أعتقد يعني المفترض أن احنا ما نخاف من التغريب في حل المشكلة هذه. هذه مشكلة سبقتنا وكانت عميقة جدا وكانت مشكلة عويصة جدا، واليوم وصلوا لحلول بموجب آليات قد يكون كثير من عندها انطرحتها. التشخيص اللي انطرحتها أو كثير من التشخيصات اللي انطرحتها، يعني بموجب ما أعرف أن في أوروبا كلها وقعوا فيها أو جلها وقعوا فيها، فتجربة هذه يعني جل وقت أعتقد أن ما تم من اقتتال وإشكالات في عصور سبقتنا في أوروبا المفروض أنها تدرس من قبل المجتمع الإسلامي اليوم، وصارت ضرورة أنها تدرس يعني للاستفادة والاستيحاء من عندها كيف حلوا. وبعدين لما تطرح الحلول
اللي الحين هم قاعدين يستخدمونها تصير منطقية أكثر، أنه والله هم مروا بالمشكلة هذه، اتبعوا الآليات هذه وحلت كثير من إشكالهم. قد تحتاج بعض التعديلات لمجتمعاتنا ولخصوصياتنا، بس في إجماليها أنا أعتقد راح تكون الأطروحة كثير أقوى كونها مجربة في إشكال شبيه بإشكالنا. شكرا. السلام عليكم. مسرورين برؤيتك دكتور ومحاضرتك الجميلة وبالحضور الكبير. اليوم في الفيسبوك واحدة من المشاركات أو صاحبات الحساب في فيسبوك تتشكى من القرار بعدم السماح لهن في المشاركة في الانتخابات البلدية. فرد عليه أحد الأخوان قال تحركوا إحنا معاكم. أنا أعتقد اليوم في ظل التأجيج الطائفي الكبير والمحموم ومحاولة اتهام طائفة بأكملها بأنها عميلة أو مرتبطة أو مجوسية أو إلى آخره، في ظل التوازن السكاني والكثافة السكانية، يمكن معظم شيعة المملكة أو في المنطقة الشرقية هنا يرفعوا صوتهم ويعبروا بشتى الأساليب عن رفضهم لهذه الوضع وخروجهم حتى في المظاهرات جزء من الاحتجاج، بالرغم من في البداية شعار المظاهرة كان لإخراج معتقلين سياسيين. أنا أعتقد أن الدور هنا أكبر حول المثقفين الوطنيين من الطائفة اللي نسمي للأسف الشديد من الطائفة السنية، ماذا يعملون للتصدي إلى هذا التوجه؟ هنا رفع الصوت من قبل المثقفين اللي هم من خارج هذا المجموعة يجعل إزالة الظلم وهذا الضيم الذي يقع على شيعة مسموع أكثر، لأن أنا كلما طرحت مسألة وطنية قالوا أنت تقية وأنك أنت تبغي تدافع عن نفسك كشيعي وإلى آخره. ولكن عندما يتقدم شخص مثلكم دكتور ومثل دكتور عبد الكريم ومثل بقية الأخوان وآخرين وآخرين برفع صوتهم ضد تقسيم المجتمع إلى شيعة وسنة، وأنه المساواة حق للجميع بدون تفريق بدون شيعي وسني، هنا صير الصوت أقوى. وبالتالي هذا ما ندعو إليه نحن، أن يكون هناك حراك في المنطقة الأخرى نحو إزالة هذا الضيم وإيقاف هذه الحملة المسحورة التي تقسم المجتمع أكثر وأكثر وتفرقهم. وشكرا. كلمة ختامية للدكتور الأحمري، تفضل دكتور. كلمة ختامية، أنا أحب أن أعلق على بعض الأسئلة التي وردت أو التعليقات، وأشدد على مسألة عبرت بها عبورا دون أن أقف عندها كثيرا، وإلا فمداخلات الإخوة واقتراحاتهم رائعة ومهمة وتستحق كل فقرة منها أن تناقش ونرد عليها تأييدا أو اعتراضا أو تحويرا للنص. ذكرت قضية التجديد. التجديد حقيقة له ملمح مهم جدا وهو التسامح. التجديد يصنع التسامح، والتجديد في تراثنا ليس موضة جديدة ولا موضة مرتبطة بموقف غربي أو لأنه كيف حلوا مشكلتهم في أرضهم فنحلها. وأعطيكم مثال على ذلك، مثال عملي نجح وأثبت جدوى وهو يتحرك اليوم على الأرض نموذج. في اليمن في القرن التاسع الهجري كان الصراع الشديد جدا ما بين الزيدية وما بين السنة، وخرج عالم شهير فاق المجموعات المحدثين وفاق مجموعات الفقهاء بإنجازه لمشروع تجديدي وهو الإمام ابن الوزير. ابن الوزير طرح طروح استفاد فيها وركز على قضية أهمية منجزات المذهب الزيدي وأهمية منجزات المذهب السني خاصة في قضايا الحديث والفقه، وخرج بخط بين الخطين يعتبر يأخذ بفقه هؤلاء بفقه هؤلاء بوفق ما يرجحه الدليل،
ويقول يقول الهدوية ويقول الشافعية، وهؤلاء دليلهم أقوى وهؤلاء دليلهم كم. الذي حدث بعد ذلك هوجم كثيرا من ناحية السلطة، واضطر أن يغترب وأن يضطرب، حتى أنه أن أخاه كان مع السلطة وكان ضد أخيه، وحصلت إشكالات كثيرة تجدونها في مسيرة حياته. نتيجة هذا العمل الاجتهادي من شخص من كبار علماء الزيدية أنتج خط اجتهادي موجود في اليمن، جاء بعده بقرون الإمام الشوكاني وصار على نفس المنهج، ثم جاء قضاة اليمن، ثم أنتجوا بعد ذلك خط يعتبر الدليل ويهتم به ولا يهتم بقضية إن هذه قضية زيدية أو قضية سنية. فاليمن حقيقة مثل ما ترون الآن قل فيها هذا التعصب، مع أن الحاكم الموجود علي عبد الله صالح حاول بأي طريقة من الطرق أن يحيي التطرف أو يحيي الموقف، لكن لا تجد شخص في اليمن يدخل مسجد ثم يسأل عن إمامه زيدي أو سني. هذا إنجاز كبير جدا عملي في مجتمعاتنا في منطقة معزولة عن العالم الأوروبي والعالم الغربي، ونجحت ويعيشها بها الناس حياة طبيعية إلى اليوم. أنا قصدت أيضا في هذا الإشارة إلى قضية الحلول. نعم، رب عاش التطرف مذهبي حرب 100 عام وحرب 30 عام إلى آخر، وإلى الآن هذه القضية هواجس في مجتمعاتهم ولم يحلوها، كما حلت في مجتمعاتنا العربية الإسلامية بدون أذى وبدون تعصب، والله أنت بقيت زيدي أو بقيت سني، أنت على هذا المذهب أو ذاك. بينما يمكن أن ينجز السياسي إثارة وتوتير الجو دائما حتى تبقى له السيطرة باستمرار ما بين طائفة وأخرى. فمصلحتنا فعلا تقتضي المزيد من الاجتهاد لتقليم أو لقصقصة أو للزوايا الحادة. الزوايا الحادة في المجتمع هي تجرح الدمار، فضلا عنها لا تبني بناء. الزوايا الحادة في المجتمع المتحضر ومدني تحتاج إلى التقليم من آثارها السيئة، أيا كانت هذه الزاوية في مجتمع في أي مجتمع مذهبي. هناك إشارة لقضية تغول الدين. حقيقة لا أعتبره تغول الدين ولا التغول، لكن تغول استخدام الدين، استخدام الدين كفرع للشرطة أو فرع للبوليس. هذا هو الذي يجعل سينتج في هذا البلد تيار قوي أكثر ليبرالية مما تتخيلون، يتخلص من نفوذ الشيخ المؤجر، وهذا هو المصير القادم غالبا. لماذا؟ لأن الناس لا يطيقون تحكم الشيخ أكثر من اللزوم، ما لا يحتمل هذه القضية، وهذا لا أظن وضع يشد في أي مجتمع. لأن قصة العلمانية في أوروبا الثورة على الدين هي بسبب زيادة ممتلكات الشيخ أو تآمر الشيخ مع الإقطاع، فهذا التماسك الشديد للضرر بالمجتمع أنتج بديل لهذا. نحن نمشي في الطريقة الأوروبية في بعض المناطق تماما نفس الصورة، إخراج رجل الدين بأنه رجل شرطة يتحكم في العقل والمال والدين وإلى آخره، ومؤيد من قبل كذا. هذه الحقيقة ستدعو هذه القضية عاجلا أو آجلا إلى الثورة على الشيخ كما هي الثورة على السياسي. لماذا؟ لأنهم تحكموا في حياة الناس أكثر مما هو معقول. يعني لو ترون بإنصاح تقرؤون نصوص مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، مجتمع الصحابة، مجتمع التابعين، لن تجدوا أبدا هذا التغول، التغول باسم الدين يستحيل أن تجدوا، بل ستجدون التسامح، ستجدون البعد عن خصوصيات الناس قدر الإمكان. لكن أيضا التحجير، أنه مثلا لا تفتي لو أنت كذا وأنت موالي، ولا تقول ولا تتكلم وإلى آخر. طيب مو مشكلة المفتي؟ يعني لما جاءت قصة المسعى هو حجر مجموعة، لكن ما الذي أنقذ الموقف؟ شخصيات مثل القرضاوي. القرضاوي أفتى بقضية توسيع المسعى. المشكلة القرضاوي الآن يرى مشروعية المظاهرات طريقة الخلاف من الاستبداد. طيب الآن القرضاوي خارج الملة في هذا الظرف، ما الذي نصنع؟ ستجد في النهاية أن هذا مجرد أن نحن نصنع شرطة دينية ستضر الدين مباشرة عاجلا أو آجلا. أنا لست حقيقة حزينا على أن المؤسسة الدينية التي تعمل كبوليس ربما تتضرر، قد تكون أحيانا لمصلحة المجتمع، الله أعلم ربما. أما قضية المعاش والمعاد، هي المشكلة أن بعض الناس يحب أن يملك الحاضر ويملك الجنة.
قصة صعبة يعني الشيخ نفسه ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع لكن المشكلة تجتمع عند واحد أو عند أفراد أقل لكن إذا اجتمعت على المستوى الفردي إن الناس مستفيدين من هذا الأمر نعم مطلوب يعني الناس أتقياء والله أعطاهم خير هذا وضع مثالي وضع طيب جدا ومدعو له ولا أظن عاقل يعترض عليه لكن أن تملك الدين لأنك تملك الدنيا والعكس هذه الإشكالية كبيرة. تغير الدين يضطر إلى البحث عن التقسيمات البدائية أي استبداد يطرح في المجتمع الهروب إلى ما ينقذ من الاستبداد أي شيء ينقذ منه القبيلة تنقذ والمنطقة تنقذ والشيخ ينقذ والصوفية تنقذ والهروب للبادية ينقذ طرق كثيرة جدا للهروب وبالتالي الاستبداد هو أحسن وسيلة لتدمير أي مجتمع على وجه الأرض تحب أن تدمر هذا المجتمع وصفة الأساس يارزة لكن في نفس الوقت ستأتي لحظة من اللحظات يدمر هو كل شيء. أما الحديث عن واجب السنة والشيء أظن أن في سياقي ذكرت أن هذا واجب الجميع حقيقة الانطلاق إلى مصالح الجامعة تخلص من ضيق ما نعاني إلى المصلحة التي يمكن أن نجتمع عليها بدون التعامل مع العالم كشيعة أو سنة أو كطائفة وغير ذلك هذا يقتضي بنفس الوقت ألا نحرص على أي فوضى ولا أي ضرر ولا أن نكون الإرباك ولا أن تكاليف الداخلية ولا تكاليف الأمن تصبح عائقة على المجتمع ينمو بل تصرف موارد البلد لما ينفع الناس تنصرف لمصانعهم لتقدم إليك ولا تصرف للتجسس عليهم بالمقابل. وشكرا لتعليقاتكم. هنا سؤال آخر يقول بعض ما تفضلت به يحمل أفكار قد تفسر لأنها علمانية فيما يخص تطور المجتمعات لكن ما يسود في مجتمعنا هو الدين السياسي والدين عندما يسيس تتأخر المجتمعات ويسودها النفاق والرياء فكيف تحقق الموازنة بين مجتمع مدني يكفل جميع حقوق الأديان علماني أو إسلامي. أنا أظن أن الدين الإسلام دين يعترف بحياة الإنسان الطبيعية العملية ولا يعطي مجال كبير لمن يستغل الدين أو يفسره. والرسول صلى الله عليه وسلم في عدد من المواقف قال أنتم أعلم بأمور دنياكم في موقف من المواقف في موقف آخر كانوا يسألون الصحابة الأمر أمرك الله به أم شيء تصنعون القضية السياسية والقضية فيها نص قطعي فالرسول صلى الله عليه وسلم يعترف لهم أنه ما عنده نص في القضية إنه رأي عمل سياسي ماذا ترون فينزل معهم للنقاش ثم يردون رأيه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس للأسف ما يستطيع يقول الشيخ أخطأت ولا يرد كلامه وحالة قدسية هذه ليست حالة إسلامية. المزيد من القداسة للسياسي أو الديني أحيانا هي خروج عن مسلمات الإسلام. ديننا حقيقة هو دين سياسي منذ الأيام الأولى يختلف عن المسيحية التي لم تتصل بالسياسة إلا بعد أكثر من 300 سنة فهو دين عملي. عمر بن الخطاب قال يوم كذا واليوم الثاني قال هذا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ففي مرونة في الأمر في مفاوضات علي رضي الله عنه عرض على عثمان الإقالة من الحكم عمل سياسي في القضية هذه وما قال قضية نص عندك أنت خليفة والأمر مغلق الأمر عليه لا فالجانب العملي هو أساس إسلامي. هل الجانب العملي كل ما طرحنا جانب عملي أو مقاصدي أو مصلحة المجتمع يفسر أنها علمانية؟ إذا كانت العلمانية هكذا فما الذي يضرنا أن نأخذ منها أو تفهم تصرفاتنا على أنها علمانية؟ نحن لم نكفر بقضية أن نتخذ أي قضية علمانية لا تقاطع أصولنا. شكرا. باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أشكر سعادة الدكتور محمد على ما أتحفنا لي في هذه الأمسية من أفكار جميلة ومناقشات رائعة ومن المؤكد أننا كلنا نرغب في مواصلة هذا الحوار الجميل ولكن بسبب ارتباطات مسبقة عند ضيوفنا الكرام فإننا نعتذر أن نتوقف عند هذا الحد وندعو الجميع من الإخوة الراغبين في مواصلة الحوار مع الدكتور بالتواصل معه بالطرق التقنية الحديثة وخاصة الشباب. شكرا لكم جميعا وشكرا ضيوفنا الكرام على هذه الأمسية الجميلة ونراكم على خير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء ملئه خير على الجميع يا رب. محمد الحمران فنان تشكيلي، بدأت كأقراني من الفنانين التشكيليين محبا للفن، وكان ذلك نابعا من ذاتي ومنذ طفولتي، حيث كنت أرسم ظلي منذ كنت صغيرا، ولم أفارق كراسة الرسم في المرحلة الابتدائية، وفي المتوسطة اتجهت للرسم الواقعي وتعلمت أساسياته في المنظور والأبعاد والظل والنور حسب فهمي البسيط من خلال قراءتي لبعض الكتب الفنية عن الفن وبمساعدة بعض فناني المنطقة. وسوف أعرض لكم تجربتي الأولى في الفن الواقعي قبل أن أتكلم عن تجربتي المعروضة، هي التجربة اللونية الآن. طبعا هذه كانت أول تجاربي الزيتية للرسم الواقعي، تقريبا عمرها الآن ما يقارب 21 سنة. طبعا وفي لوحة ثانية، طبعا ما بتطرق كثير أنا الكلام عن التجربة الواقعية، طبعا اللوحة الأولى هي انطلاقة خيل، وطبعا اتعمدت ان انا ما ارسم فيها خط الافق. طبعا ما ادري ليش انا ما رسمت فيها خط الافق. هذه قارئ القرآن تقريبا عمرها 18 سنة، يعني بعد هذه بسنتين. السيدات اول طبعا انا تعمدت ان انا اعرض تجربتي الواقعيه حتى لا يعتقد اي احد او خالج الاعتقاد بان الفنان ما عنده تجربه واقعيه او انه قاعد يتخبط بالالوان هروبا من الشغل الواقعي. طبعا عندي لوحه ثالثه طبعا، وهي لوحه تاثيريه، تعمدت ان ما يكون فيها تفاصيل طفوله. هذه مرحله ثانية جت بعد المرحلة الواقعية. أكمل حديثي كي لا أطيل عليكم. قد يتساءل كثير من الحاضرين هنا، وقد يسأل آخر نفسه وباستغراب، وأحدهم عن ماذا تعني هذه اللوحات التشكيلية والتي تجردت من العناصر والأشكال، وما مضمونها، وأين هي من العمل الواقعي الذي بدأ به الفنان. ولعل البعض يحتاج شرحا لعمل ما، وربما جميعها، إنها تجربة ناتجة عن سنوات بحث عن ذات، عن تحرر الفنان من العنصر والشكل، وإيجاد البصمة الخاصة الصادقة والنابعة من قراءة للنفس من الداخل، وعن إصرار للتعبير بحرية مطلقة لأصل لهذه النتيجة التي لن أتوقف عندها، فما هي إلا خطوة الأولى لأصل بها لأبعد الأفق. فلدي خيال واسع بداخلي ما دمت موجودا على سطح يعلوه أفق وتحته أعماق. وتحية مني لكل الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.